بسم الله، نشوف بعض الأوامر الخاصة بإن أنا أعمل لينك بين المبنى اللي أنا شغال بيه ومبنى تاني، إن أنا أستعرض المبنى دوت في 3D. دلوقتي لو أنا عايز أشوف المبنى ده في 3D زي ما احنا عارفين، باجي هنا وأقول له أنا عايز أشوف المبنى ده في 3D، ودوس على البيت بتاع الكلب الصغير دوت، تمام؟ فبيظهر المبنى في 3D بالشكل دوت. ممكن أجي هنا وبكل بساطة هقول له أنا عايز سيكشن بوكس. أنا عارفين السيكشن قطاع، هنا بيعمل لي قطاع بس عليه مربع بحيث ان انا اقدر اتحكم فيه. ممكن مثلا الجزء ده انا ملخبط فيه، عامل شغل وحش، فاروح جايب كده بحيث ايه اوري المدير الجزء دوت فهو ينبسط وينشكح كده ويبقى مبسوط، تمام؟ ممكن ايه اكون انا عايز دور معين، اجي هنا ادوس رايت كليك واقول له اورينت تو فيو فلور بلان، واختار مثلا انا عايز الدور الاولاني جالي بالشكل دوت. اروح قايل له انا هتهلو مايل شويه وكده، انا شغال في الدور الاولاني بس، تمام. ممكن اقول له انا عايز سيكشن اورينت تو فيو، اقول له انا عايز سيكشن الفلاني او الاليفيشن الفلاني، فهو يظبط لي البيان كله على الرؤيه ديت، تمام. طيب انا عندي دلوقتي المعماري موجود في نفس اللوحه مع التكييف. طيب لو انا عايز استدعيه، فرض ان انا عندي تكييف بس وعايز اجيب المعماري، باجي على انسيرت واقول له لينك ريفيت، واختار الملف بتاعي، تمام. بقول له انا عايز البروجرام فايل والديسك رفت 2015، ده سيمبلز. بختار من هنا ارش لينك موديل. في ناس بتختار سنتر تو سنتر، لا الصح ان انا لازم اختار اورجنت تو اورجنت. سنتر تو سنتر بيجيب لي نص المبنى ونص المبنى، فمبقاش دقيقه قوي، فبتلاقي الشغل بتاعك مترحل. فبقول له اورجنت تو اورجنت 00، بقول له اوبن، فهو اوتوماتيك بيشوف نقطه 00 فين والارتفاع كل حاجه، ويروح جايبها معايا في قلب الشغل. طيب انا هلغي سيكشن بوكس. دلوقتي الشغل المعماري جه معايا مترحل، شكل نقطة 00 مش مظبوطة. اقف في التوب بتاعي وابدأ اشوف انهي نقطة المظبوطة واظبط عليها. شغل تكييف زي ما هو، بس هختار نقطة معينة ارحل منها الشغل اللي انا ساحبه لينك، اقول له موف، واسحب مثلا من هنا لهنا، وطبعا الامر هيبقى تقيل بس انت تختار النقطة من هنا لهنا لحد ما الشغل بتاعك يترحل معاك، تمام. طيب انا ملاحظ حاجة ان الملف دوت انا سحبه ملف لينك. طب لو انا عايز الغي اللينك دوت، تمام، ممكن اقول له بايند لينك. بايند لينك يعني هيعمل ايه؟ يعني هينقل كل الملفات دي، هينقل لي كل ملف المعماري الملف بتاعي، يبقى هبقى عندي ملف واحد بس في شغل التكييف وشغل المعماري اللي هو امر ايه بيند لينك. بس لازم اكون ايه نقلت المبنى فعلا بامر موف من هنا لهنا، بس الموضوع ده هياخد مني ساعة فبلاش. طيب انا برضو ملاحظ حاجة، ممكن انا اكون محتاج الملف المعماري ده يكون لينك، تمام، وفي نفس الوقت اقدر اتحكم فيه او اقدر اغير فيه او اقدر احس بيه. يعني هو كده انا حاسس بيه كتله واحده، مش حاسس حته حيطه. طيب اعمل ايه؟ اجي من كولبريت الاقي كوبي مونيتور، اقول له ايه سيلكت لينك، واحدد اللينك اللي انا عايزه، تمام. وبعد كده هقول له ايه كوبي، واقول له مالتي ايبل، وابدا اختار العناصر اللي انا محتاجها معايا، تمام. انا دايس كنترول وببدا اختار كل العناصر اللي انا عايزها، تمام. وممكن ادخل في السكشن واختار الليفلات بتاعتي، تمام. ولما اخلص اقول له فينش، تمام. ولازم لازم اجي كوبي مونيتور تاني واقول له فينش هنا. يعني هو خلص تحديد بس لسه ما خلصت العمليه، فبقول له فينش تاني. يبقى كده بدات احس بالحيطه دي وبدات احس بالحيطه ديت، تمام. دي كانت اجابه على بعض الاسئله اللي جت لمديرة مهوس.